عليكم. تعالوا نشوف بنتك بقى ماله، ايه رايكم؟ تعالوا نشوف بنتك ماله بقى وايه مشكلته. فانتوخي نعم، بالراحه بقى احكي لي ايه كل الحاجات اللي قدامك دي. بصي يا ماما سلمى، وانتوا يا اصحابي شاركوني كده الراي عشان ناخد وندي مع بعض في الكلام، نستفيد من حكايه المذاكره دي. ماشي. اتفقنا؟ اتفقتوا ولا ما اتفقتوش؟ اتفقنا. تمام. دلوقتي انا كل شويه حد يبعت لي ملزمه مراجعه على الجروب بتاع الفصل. ماشي. اروح جاري اطبعه وخليه عشان اذاكر فيه. ماشي. الاقي الكتاب الخارجي نزل معاه ملزمه تانية صغيره كده، صح، بتاعت المراجعه، اروح اجيبها واخليها عشان احل فيها. وباخد مجموعه في المدرسه، الكراسه بتاعتها مليانه شرح ودروس، ده غير كتاب المدرسه بقى وملزمه المراجعه النهائيه اللي خدتها في السنتر واللي الميس كمان اديتها لنا. ايوه طبعا، انت ملخبط نفسك ليه يا بنتخ؟ في حد يعمل كل ده حبيبي؟ ما كل المراجعات دي في الاخر هتلاقيها هي برضو، يعني هتلاقيها زي بعضها. انت يا بنتخ كده يعني مشتت نفسك بصراحه. مشلتت ايه بس يا ماما سلمى؟ مشلتت ايه؟ انت جعان؟ وده وقت دلوقتي مشلتت وعسل وجبنه إيه؟ قديمه، مش وقته يا ماما سلمى. انا جبت سيره المشلتت يا ولاد. انا قلت مشتت نفسك يعني ايه؟ يعني انت مش عارف تركز في حاجه واحده، مضيع تركيزك ما بين حاجات كتيره قوي قوي، فمش هتعرف تركز. انا خايفه اقصر في اي حاجه. لا يا بنتخ، انت كده مش مقصر، انت كده مزودها بصراحه. اقول لك على حاجه، المراجعات دي يا ولاد تقريبا بتبقى كلها نفس الحاجات. انا خدت بالي كمان ان انت قلت حاجه، كل ما حد يبعت ملزمه مراجعه اروح اطبعها واركنها على الجروب. يعني يا ريتك مثلا تطبعها وتحلها في وقتها. لا ده انت راكنها لغايه لما بقى عندك كل الحاجات دي. ما حلتش ولا حاجه فيهم، والامتحان خلاص يا بنتوخي الاسبوع ده. اذاكر ايه واسيب ايه؟ اذاكر ايه واسيب ايه؟ اعمل ايه؟ ما تقولي يا اصحابي حاجه، ما انتوا قاعدين كده. طب انتوا بتعملوا زي بنتخ؟ لا. طب قولوا لنا كده بتعملوا ايه؟ حد يقول لنا كده هو بيذاكر ازاي؟ ما فيش حد بيذاكر ما شاء الله. انا بذاكر. بتذاكروا ازاي؟ بتجيبوا برضو ملازم وتقعدوا حاجات كتيره قوي كده ولا بتركزوا في حاجه واحده؟ قولوا لي. ركز في حاجه واحده. اللي هي ايه بقى؟ معلش قولوا لي برضو. احنا مين يحب يجاوب؟ مين شاطر في المدرسه؟ كلكم شاطرين. وكلكم لما قلت لكم بتذاكروا ازاي ما جاوبتوش. شوف طيب مين اللي يقول؟ مين اللي يقول بيذاكر ازاي؟ بص ما حدش عايز يقول. انا قول. بجيب. اقعدي يا حبيبتي ما تجيبي. بذاكر لما اخلص ماده في الكتاب بعمل الثانيه. لما بتخلصي يعني انت بتذاكري من كتاب المدرسه؟ لا مش من كتاب المدرسه، بجيب كتب خارجيه. ماشي، بتذاكري من كتاب الخارجي، قصدي بتذاكري من حاجه يعني واحده، كتاب المدرسه وبيساعدك الكتاب الخارجي. لكن مش بتجيبي ملازم كتير قوي كده زي بنتخ؟ لا هم ثلاثه. هم ثلاثة بس. ثلاثة برضه كتير. أقول لكم على حاجة، الحل يعني حلو قوي يا بنتخ، إن إحنا قبل الامتحان الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي دي الفترة بتاعت المراجعة. يعني إحنا نقعد نحل حاجات كتير، لكن الحاجات اللي موجودة في كتاب المدرسة شبه الحاجات اللي موجودة في كتاب الخارجي، شبه الحاجات اللي موجودة في ملزمة الميس أو ملزمة السنتر أو الحاجات اللي أنت بتقولها دي كلها. فأنت كده مشتت نفسك، ركز في الحاجة اللي المفروض تذاكرها وحل عليها، بس ما تحطش كل الحاجات دي قدامك، لأن أنت مجرد إن الحاجات دي قدامك هتشتتك فعلا وهتخليك متوتر ومتعصب زي ما أنت عامل دلوقتي كده يا بنتو. المواد دخلت في بعضها. أيوه أنت كده يا حبيبي بتضيع وقتك. شغال في ايه دلوقتي؟ سوشيال ولا ماث ولا ايه؟ يا نهار ابيض، عايز تقول ايه يا محمد؟ طب هو ليه بنتخ سايب المذاكره للفتره بتاعت الامتحان؟ طب ليه زنق نفسه؟ كان مذاكر من بدري. بقى دي حاجه مهمه قوي. انت فعلا يا بنتخ عمال تطبع في ملازم وحاجات وسايبها راكنها علشان تتزنق دلوقتي قبل الامتحان في اسبوع الامتحان؟ معقوله؟ ما انت كان المفروض بقى تحل الحاجات دي اول ما تطبعها، تحلها مش تطبعها وتركنها، تطبعها وتركنها، فتيجي تلاقي كل الحاجات كده قدامك. ايوه صح. عندك حق يا محمد على فكره، عندك حق. بس انت طول السنه مش انت كنت بتذاكر يا بنتوخي؟ والله كنت بذاكر يا ماما سلمى، بس برضو كنت مشتت برضو. مش عارف اروح للشيت ولا اروح للخارجي ولا اروح لكتاب الوزاره ولا اعمل ايه، بس اعمل ايه حبيبي يا بنتوخي؟ طيب انا هقول لك انا هتعمل ايه. انت امسك كتاب المدرسه، ان ده اهم حاجه، وكتاب الخارجي ممكن كمان يساعدك. لو الميس في الفصل قالت لكم خدوا الشيت دي شيت مراجعه، يعني ورق مراجعه كده او ملزمه مراجعه، يلا راجعوا منها. حلوه قوي، تراجع منها وتحلها وشكرا على كده. لكن كل الحاجات دي بقى من مدارس تانية وحد بيبعتها من مش عارف منين ومن على النت وبتاع، خلاص هي نفس الاسئله هتلاقيها في كل حاجه، ما تقلقش. ما حدش يعني هيخترع اسئله، ما الاسئله هتيجي بالدرس.
صح يا بنتوخي؟ صح يا فانت ما تشتتش نفسك، ذاكر الدرس كويس من الكتاب عادي، وساعد بقى بالملزمه للميس اللي الميس بعتها لك. وبعدين في حاجه حلوه جدا انت ممكن تعملها. ايه يا ماما سالم؟ بنك المعرفه، مش اتكلمنا عنه قبل كده؟ اه صحيح، فاكره؟ بنك المعرفة انتوا ممكن تدخلوا عليها يا اولاد، على فكرة هتلاقوا عليها اسئلة كتير وبطريقة لطيفة كمان جدا جدا، وبعدين بتحلوا وبتكسبوا حاجات كده لذيذة قوي يعني. فانت ممكن تدخل على بنك المعرفة وتفضل بقى تحل منه اسئلة براحتك بقى، بس مش تمسك الموبايل ها وتلعب عليه وتقول انا بحل. ايوه صح، مش عايزين تهريج في الموضوع ده، خلاص فعلا زي ما انت بتقول الوقت يداهمنا يا بنت. يعني انا لو سبت بقيه الملازم دي ودخلت على باب بنك المعرفه احل اسئله المراجعه النهائيه، مفيش معلومه كده ولا كده تضيع مني خالص. ده بقى لامم كل حاجه، ما تقلقش. انت فاكر بنك المعرفه ده كنا بندخل عليه ازاي؟ ايوه فاكر؟ طبعا فاكره. استني بفتكر. اللينك بتاعه كان www.ekb.eg. يا سلام، سقفه لبنتك كبيره، برافو. معنى كده ان انت بتدخل عليه اصلا، والله برافو عليك يا بنتوخي. هذا جميل. هي انا دلوقتي كمان عشان كل اصحابنا كمان اللي شايفيننا دلوقتي واحنا خلاص بقى في وقت الامتحانات فعلا، انا حاطين لكم العنوان اهو مكتوب قدامكم، زي ما بنتخ قال ekb.eg ومكتوب قدامكم دلوقتي، ادخلوا عليه. كل يعني هو متقسم من جوه تقسيمه لطيفه جدا، كل سنه دراسيه ليها المراجعه بتاعتها وكل حاجه موجوده عليه. لو قعدتوا تحلوا عليه هتبقوا اولا قاعدين بتحلوا وانتم مبسوطين مستمتعين. أيوة. مش حاسين بقى ان انتوا يعني مضغوطين كده زي بنتخ، وهيلم كل المعلومات اللي انتوا محتاجينها. برافو عليك يا بنتخ، انا مبسوطه منك قوي كده. الوقت مش هيداهمني خلاص.